إذا أنا ممكن أسأل السؤال المعفوس الآن أو نفس الشيء، أقول هذا الفكتور أنا عارف إحداثياته في A وبدي أطلع إحداثياته في B، فبناخذ المعادلة الأصلية اللي كانت A عفوا P with respect to A بدها تساوي الروتيشن B ل A مضروبة في P بالنسبة ل B. إيش هلا بضرب الطرفين؟ بضربهم بالإنفرس تبع هاي الماتريكس مزبوط؟ فبضرب هلا هون بصير عندي R B A مضروبة في P A بتساوي R minus 1 A B مضروبة في R A B في P. لما بضرب هاي بالإنفرس تبعها شو بتصير؟ Identity، والIdentity ماتريكس راح تكون تضربها في شيء راح يضل نفس الشيء، فبنقول هذا هون فبصير عندي P B بتساوي R A B P A هون لازم اوكي. هلا اللي راح تلاقوه ما بعرف اذا نقدر نثبته رياضيا انه ار بي اي انفرس بتساوي ار عفوا ار اي بي انفرس بتساوي ار اي بي بهاي الحاله بهذه الحاله بحاله هذول الماتريسز الانفرس تبعها هو نفس الترانسبوز تبعها. خلينا نطلع ناخذ هذا المثال مثلا الحاله البسيطه هاي اللي لفينا فيها. لو اخذنا عندي هون كانت ار اي بي بتساوي كوساين ثيتا ماينس ساين ثيتا ساين ثيتا كوساين ثيتا، ولو طلع لنا الانفرس اللي هو راح يكون ار بي اي يساوي كيف بدنا نطلع الانفرس؟ قديش الديتيرمنت لهي الماتريكس؟ واحد. مش هيك الكل عارف ليش الديتيرمنت واحد؟ بتذكرين شو الديتيرمنت لهي؟ كوساين هاد مضروب في هاد ماينس هاد مضروب في هاد. كوساين في كوساين رح تصير كوساين سكوير ماينس ماينس بلس ساين سكوير رح تعطيني واحد. اذا هذه هون رح تكون الديتيرمنت واحد. وبعدين عندنا اذا بتتذكروا كيف كنا نطلع هذا ناخذ نستثني هذا ونطلع الكو فاكتور، والكو فاكتور هذا رح يكون بوزيتيف مضروب في بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف، فهذا فالكو فاكتور ايش بيطلع معي؟ كوساين ثيتا. طبعا في عندي ترانسبوز بعدين في النهايه، فراح يجي هذا محله هون كوساين، راح ارجع هذا راح يكون عندي ماينس والكو فاكتور تبعه ساين ثيتا مضبوط، راح يصير ماينس ساين ثيتا، هون عندي ساين ثيتا وهون كوساين ثيتا. لما باخذ الترانسبوز تبع هاي شو بصير عندي؟ بصير عندي كوساين ثيتا ساين ثيتا ماينس ساين ثيتا كوساين ثيتا. شو اختلف بين هاي الماتريكس وهاي الماتريكس؟ هي ترانسبوز. ايش يعني ترانسبوز؟ باخذ الرو، اول رو بصير اول كولوم وثاني رو بصير ثاني كولوم. هي اول رو ايش صار؟ اول كولوم وثاني رو صار ثاني كولوم. اوكي، اذا هذه صارت هي الترانسفير. بالحاله هاي بحاله هذول الروتيشن ماتريسز الخاصيه تبعتهم انه الانفرس هو نفسه ترانسبوز لهي الماتريس.